من جديد مرحبا بكم مشاهدينا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على الحكومة التخلي عن خططها الخاصة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا خلال عيد الميلاد، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة التي زاد منها طبعا وجود سلالة جديدة من كوفيد-19. من جانبه قال كريس وايتي كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا إن سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر. هذا وأعلنت الحكومة فرض مستوى أعلى جديد من قيود كوفيد-19 ووضع لندن وجنوب شرقي البلاد ضمن هذه الإجراءات. Our advisory group on new and emerging. لقد أمضت مجموعتنا الاستشارية حول تهديدات فيروس الجهاز التنفسي الناشئة الأيام القليلة الماضية في تحليل هذا المتغير الجديد، ولا يوجد دليل أنه يسبب مرضا أكثر خطورة أو معدل وفيات أعلى، ولكن يبدو أنه ينتقل بسهولة أكبر. تشير التحليلات المبكرة إلى أن المتغير الجديد يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% من النسخة الأصلية من المرض. ومعنا عبر السكايب من لندن دكتورة ميس عبسي الباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية البريطانية. أهلا بك دكتورة. دكتورة، ما هي معلوماتك الأولية حتى الآن حول هذه السلالة؟ هل هي طفرة عن فيروس كورونا أم تطور طبيعي لهذا الفيروس؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. بالنسبة لفيروس سارس كوفي 2 مسبب للكوفيد مثل أي فيروس، هو بيقطع أو بيحصل عليه طفرات وتغيرات خلال الزمن، هذا شيء طبيعي. حتى الآن صار في عنا 4000 تغير على الفيروس منذ نشأته وانتهى بسبع سلالات. السلالة الحالية المسيطرة على العالم هي نسميها سلالة جي، بينما السلالات الأولى اللي ظهرت في ووهان تقريبا اختفت. الآن بالنسبة للشيء اللي حصل حاليا، في عنا ثلاث أشياء أساسية، تغيرات أساسية. واحدة اللي بدأت في الدنمارك كما سمعتوا من فترة وما كان في ما شكلت خطورة، والنوع الثاني اللي هو هلأ الأسرع انتشار بأوروبا وشمال أمريكا، ثم الآن النوع الجديد اللي ظهر منذ أيام في منتشر في جنوب بريطانيا. والطفرة اللي حصلت هي حصلت في البروتين الشوكي اللي مثل ما بتعرفوا هو بمثابة، خلينا نشبهه كأنه اليد اللي الفيروس بيستخدمها لدخول الخلية. الآن حتى الآن لازم يعني نكون حذرين، لكن بنفس الوقت اطمئنان بحيطة وحذر. كيف يعني؟ هلا نحن بالنسبة للطفرة أو أي تغير على الفيروس لازم ننتبه على ثلاث أشياء أساسية. يا ترى هل هو أسرع انتشار؟ هل هو أشد خطورة يعني الأعراض أشد؟ هل هو ما بيستجيب للقاح؟ حتى الآن هي الطفرة بتشير إلى أنه الفيروس هو أسرع انتشار، لكن ما في دليل على أنه الفيروس هو أشد خطورة، وبنفس الوقت ما في أي دليل حاليا على أنه الفيروس بيكون غير مستجيب للقاحات المطورة حاليا. فالأشياء الإيجابية اللي ممكن ننظر لها أنه الفيروس صحيحا بيتغير، لكن ليس بالسرعة اللي بتغير فيها الفيروسات الأخرى، مثلا مثل فيروس الإنفلونزا بيتغير بشكل كثير كبير سنويا لدرجة أنه بيضطر لتغيير اللقاح. بنفس الوقت ايضا في عندنا شيء اسمه بالنسبه للقاحات المطوره حاليا، اي لقاح بده يحفز اجسام مضاده بتستهدف البروتين الشوكي بعده مناطق. حتى الان المنطقه اللي عم تصير فيها التغير هي منطقه كثير بسيطه، يعني بحيث انه تاثر على فعاليه الاجسام المضاده. يعني دكتوره، هذه الانواع التي ذكرتيها هي تحتاج استجابه مناعيه واحده ام تختلف؟ يعني هنا السؤال، هل اللقاحات التي تم إخراجها إلى السوق، فايزر الآن، موديرنا، ثم أوكسفورد على الطريق، هل يمكن أن تستجيب لها كل هذه الأنواع أم الموضوع غير معروف حتى الآن تماما؟ المعروف حتى الآن أنه كل السلالات الحالية تستجيب للقاحات. طبعا نحن ما بنعرف اذا كان في المستقبل بده يصير تغير او تحور كبير مثل ما ذكرت بالبروتين الشوكي اللي هو الاساسي اللي طوروا ضده اللقاحات او استخدموه في تطوير اللقاحات، لكن حتى الان الدليل الحالي انه الاجسام المضاده سواء من اجسام المتعافين او من المشكله من اللقاحات كاستجابه مناعيه يعني انه ما بتاثر على فعاليه اللقاح، لكن يجب اخذ الحيطه لان كل ما بيكون الفيروس عم ينتشر بشكل اكبر، يعني اذا ما اخذنا الحيطه وانتشر بشكل اكبر بين الناس كل ما كان في احتمال انه يتحور ويتغير بشكل اسرع. اخذ الحيطه باي معنى دكتوره؟ اجراءات الوقايه. اجراءات الوقايه والتباعد، يعني هذه الاجراءات للاسف رح تبقى معنا لفتره طويله لعده اشهر حتى في حال توفر اللقاحات. طب دكتوره، ما النسبه الكافيه لتشكيل مناعه القطيع من وراء تلقيح نسبه كافيه من المواطنين؟ يعني الى اي مدى نقول باننا
استطعنا العودة إلى إعادة التوازن تقريبا في الحياة الطبيعية. صحيح، بالنسبة للقاحات مثل لقاح فايزر وموديرنا بفعالية فوق 90%، نحن نحتاج ل 70% من الناس أنه تأخذوا اللقاح حتى تتشكل أو تحدث مناعة القطيع. ومثل ما تعرفوا بالنسبة لهذه اللقاحات، طبعا لقاح موديرنا توافق عليه امبارحة، ما راح يكون توفر الجرعات الكافية ولا راح يتوفر لجميع الناس بنفس الوقت. لهيك نحن راح يكون في عنا كما ذكرت انه موضوع اجراءات الوقاية لعدة اشهر لحتى يتم تلقيح اكبر عدد ممكن من الناس. طب دكتورة، أنت قلتي هنا عدم توفر اللقاح لمناطق كثيرة وخاصة المنطقة العربية، ما تداعيات ذلك؟ هل يمكن أن يبقى الخطر كما هو بعدم الوصول هذا اللقاح إلى كافة، يعني إلى كل البشرية تقريبا؟ الحقيقة ما ممكن نعتمد على لقاح واحد، وهذا هو الأهمية أنه في عنا عدة لقاحات حاليا، 14 لقاح في المرحلة السريرية الأخيرة، ونعرف أنه صار في عنا لقاحات حصلت على موافقة هيئات صحية محلية مثل اللقاح الصيني واللقاح الروسي وغيرها من اللقاحات، فنحن بنحتاج إلى أكبر عدد ممكن من اللقاحات، لأنه لا ننسى أنه بعض اللقاحات مثل لقاح مودرنا وفايزر مع أنه لقاحات جدا فعالة، لكن ما ممكن أن تتأمن لجميع المناطق بسبب أنه في عنا مثلا خاصة لقاح فايزر في مشكلة هي لوجيستيك بموضوع وصول اللقاح، لأنه مثل ما بتعرفوا بده درجات معينه من اجل الحفظ والتوزيع وغيره. بالنسبه للقاح مودرنا على سبيل المثال، المشكله الاخرى بلقاح مودرنا صحيح هو سهوله توزيعه، انه درجه الحراره ما مشكله، لكن المشكله في انه سعر اللقاح باهظ الثمن، يعني ما ممكن انه يتامن لبعض الدول للاسف طبعا. فراح يكون اللقاحات راح تتامن عن طريق منظمه الصحه العالميه للدول اللي هي خلينا نقول يعني انه الفقيره او الناميه، حاليا امنت عن طريق كوفاكس. اعتقد معظم اللقاحات المؤمنه هي لقاح جونسون اند جونسون ولقاح استرازينيكا. شكرا لك دكتوره ميس عبسي، الباحثه في علم الادويه في الكليه الملكيه البريطانيه من لندن، شكرا جزيلا لك. ونتابع بسياق الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا. أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي فرض إغلاق شامل خلال فترة أعياد نهاية العام بسبب ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس في البلاد. ومن جانب آخر، ديما قال الرئيس الفرنسي أيضا إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نشره على تويتر، قال إنه بخير وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا. إيطاليا أول دولة أوروبية يظهر فيها فيروس كورونا في فبراير الماضي. اليوم وبعد مرور 10 أشهر تبدو وكأنها تعود إلى المربع الأول. حكومة جوزيبي كونتي تعلن فرض إغلاق شامل في البلاد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يمتد من 21 من الشهر الجاري حتى 6 يناير المقبل، لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد التي سجلت حتى الآن أكثر من 64 ألف وفاة بسبب الوباء. الفيروس يستمر الفيروس في الانتشار في كل مكان، يمكننا الانحناء لكننا لن نهزم. هناك مخاوف قوية بين خبرائنا من أن منحنى العدوى قد يرتفع خلال فترة أعياد الميلاد، ولهذا السبب تقرر فرض الإغلاق العام في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل. أما في فرنسا حيث سجلت أكثر من 60 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، فتشير البيانات الصحية إلى أن عدد الإصابات في الأيام الأخيرة يثير القلق، خاصة بعد إعلان إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون. وفي أول ظهر له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، أكد في فيديو نشره على تويتر أنه بخير ويشعر بتحسن. أريد أن أطمئنكم، أنا بخير، لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ، سأواصل إدارة شؤون البلاد وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. توفر لقاحات كورونا اليوم قد يكون جرعة أمل لا أكثر، وسط توقعات جديدة تشير إلى أنه لا عودة للحياة الطبيعية قبل الخريف المقبل. وتشهد مناطق مختلفة في إسبانيا تخفيفا للقيود المفروضة خلال أعياد الميلاد بخلاف بقية الدول الأوروبية. هذا التخفيف أدى إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أثار جدلا عن إعادة فرض القيود من جديد. بالرغم من التحذيرات من موجة ثالثة من وباء كورونا في إسبانيا خلال أعياد الميلاد، بدأ إقليم الباسك شمالا تخفيف القيود التي فرضت قبل نحو شهر في مدن بلباو وسان سيباستيان وبيتوريا.
تخفيف القيود أدى إلى نشاط ملحوظ في حركة المواطنين في شوارع مدينة بلباو، خصوصا أن تخفيف الإجراءات شمل فتح المقاهي والمطاعم التي ظلت الحركة فيها أقل من عادية، كما شمل تخفيف القيود السماح بتجمع 10 أشخاص بدلا من 6، كما سيتم تمديد حظر التجول حتى الساعة 1:30 فجرا بدلا من الساعة 10 مساء. ومع اقتراب أعياد الميلاد بدأت أعداد الإصابات ترتفع مجددا في البلاد، حيث اقتربت من كسر حاجز 2,000,000 وبلغ عدد الوفيات 50,000، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى القول إنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة على المستوى الوطني. هناك وظيفة صعبة جدا، العقل يخبرنا أنه يجب تعليق عيد الميلاد، أما القلب يخبرنا أنه يريد أن يلتقي مع عائلاتنا. أعتقد أن قضية الصحة العامة في الأقاليم المختلفة أهم في هذه المرحلة، وعلى الحكومة تخصيص بعض المال لتعويض الأعمال التجارية التي ستتضرر. ومع ساعات المساء تزدحم شوارع مركز المدينة بالعائلات التي خرجت تحيي أعياد الميلاد، وبأطفال فرحين يحتفلون رقصا قرب أشجار الميلاد المضيئة. ستراقب حكومة إقليم الباسك أعداد الإصابات هنا خلال الأيام القادمة لتقرر ما إذا كانت ستشدد من إجراءاتها. أما في مدريد فإن الوضع مختلف تماما. مشهد احتشاد آخر للمواطنين، ولكنه هنا في ساحة سول وسط مدريد، إلا أن الحكومة المحلية قالت إنها لن تغلق العاصمة خلال احتفالات الميلاد، رغم ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يوميا وتصنيف المدينة بمكان شديد الخطورة وبائيا من قبل وزارة الصحة. معاذ حامد، العربي، مدريد. والهند تجاوزت عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، معززة مركزها في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات. أيضا سجلت وزارة الصحة الهندية 25,000 حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط. ومنذ بداية الجائحة أحصت الهند أكثر من 145,000 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، بينما تعافى نحو 6,500,000 مصاب. أعلنت قطر أن أول شحنة من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد يوم الاثنين المقبل. وأيضا غرد رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني على تويتر، غرد قائلا إنه وجه القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق المعايير الصحية المحلية القطرية، ومؤكدا أيضا أن هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في قطر.